صباح الخير عليكم جميعا، اتمنى تكونوا بخير وافضل حال يا رب. صباح جدا مشرق، مره متحمسه اليوم. شوفوا بنات، اليوم قررت اخلي لي بريك، ما بروح الجيم، ما بسوي ولا شيء، بعطي نفسي اجازه من اشياء كثيره، حتى في دوامي بعطي نفسي اجازه، ابي اريح. الاسبوع اللي راح كان جد مرهق. يلا خلونا نسوي فطور الاجازه، بس كذا فرح اهلي وسلم. فطور مره لذيذ، واهم الاشياء اللي بنحتاجها فطور مره لذيذ وكذا يحسسكم انكم دلعين اهلكم، ومره سهل ما ياخذ وقت. راح نحتاج 2 كيس ساندويتش، وراح نحتاج مفروض بطاطس عمان، بس شفتوا امس يوم رحت العثير قضيت مقضي الاسبوع مقضي الفتره هذه ما لقيت بطاطس عمان ابدا. وراح تحتاجون جبنة، شوفوا السوق مليان أجبان، بس أكثر جبنة ترى صحية ومطبوخة بمنفحة بكتيرية، هذا شيء يفهمه الناس اللي مهتمين بالصحة أكثر، كثير صحية ومطبوخة ومش شيء مصنع، خذوا هذا النوع مرة لذيذ. بس هذه المكونات، وبسوي معكم كرك، مرة متحمسة أسوي كرك، من زمان ما سويت كرك بنات، يمكن لي شهر شهر ونص زمان. تقصون الساندويتش كذا، الساندويتش مرة ساخن تونا جايبينه من المخبز على طول. بسم الله، حطوا الكمية اللي تحبونها، ما صراحة أحب أكثر جبن، ما أحب أحط جبن قليل كذا. كذا نفتح لنا شيبس، بس حطوه كثروا، تصيرون بخيلين. الأكلة هذه يبيلها شيبس كثير، حتى لو اضطريتكم كذا تكسرون البطاطس كذا ترجعون تزيدون، بس أنا أحس إنه خلاص. شوفوا حتى يعني كسروه، لو حسيت أحتاج زيادة خلاص زيدوا، ما حسيت، أنا أحس كذا أوكي. شوفوا هذه أول واحدة جهزت، بخلص الكمية كلها كبيرة وأرجع لكم. كذا يا بنات فطورنا صار جاهز، هذه يسمونها سندويشات عمان، بطاطس عمان. المهم انه في كثير، او الوصفة الاصلية تتسوى بخبز الشباتي، بس انا مش متوفر لي ساندويتش، احسه متوفر للكل واسهل. الحين نروح لفقرة الكرك، بوريكم كرك حقي كيف. شوفوا انا الكرك حقي لازم اكرمله، خلوا اشرح لكم وانا اسويها في الله. المهم اول شيء تحتاجون تحطون سكر، انا حطيت فنجلين قهوة، الكمية هذه تكفي يمكن ما ادري والله من 6 إلى 8 اكواب. البهارات اللي راح تستخدمونها، طبعا السكر راح نكرمله. شوفوا البهارات اللي راح استخدمها، هذه الاشياء الاساسية، هذا زنجبيل مطحون، وهذا زعفران، وهذا مسمار، وشاهي ابو كبوس، وتقدرون تطحنون شوية فلفل اسود، الفلفل الاسود يعطيه كذا لدعة حلوة، ولو عندكم جوز الطيب بعد تحطوها. بس خذ اقصر على النار.
جهزت الأكواب، كل شيء جاهز، بس الحين جينا في الفقرة الصعبة اللي كيف بصبه. أحس إني بكبب الدنيا يعني، أحس إني بعد دمرت الدنيا. شوف الحين سويت 5 أكواب، بيبقى يمكن لسه كوبين وبس. جهزت الفرن، ننظف حوستي وخلاص نقطف. بس خلي اوريكم الفطور النهائي او شكل النهائي. وبس زي ما انتم شايفين فطورنا، ما ادري قال عليه عماني، اتوقع انه فطور عماني او اكل عماني. ترى اكثر شيء مشهور فيه في عمان والامارات كثير مشهور، حتى عندنا احنا هنا في السعوديه جدا يشهي. ويلا راح نفطر. على المكسب لانه بدها تجوز بطيخه معه. شايف شكلها؟ اذا سالتها بتقول لك، يعني هو سؤال بالحلال ما في شيء، والله بيبارك. جيت التميمي باخذ عجينه براوني وباخذ كذا اغراض خفيفه. يلا شوفوا هذه اللي استخدمها من بيتي كروكر، بعد حلو. بعد شوفوا علي عرض كاتب 15 صارت ب10. فيه الشوكليت الغامقة هذه، في هذه اللي فاتحة شوية، محتارة اخذ، غالبا باخذ الفاتحة يعني كذا. الغامقة مرة مو الكل يحبها، انا احبها بس مش الكل يحبها. غالبا باخذ من هذه. راح اخذ بيرة مع اندومي، فخلونا شوفوا في نوع احبه بس مش موجود اللي يكون ب توت. شوفي يا بنات اللي يحبون الكوكيز اللي ينباع تميمي، الكل يعرف انه انقطع فترة طويلة، الحين رجع. المهم انه يحمس ومرة لذيذ، نفس اللي في ماك، تعرفون اللي في ماك نفس طعمه. خلونا نروح نحاسب. اذا رحت الكاشير بوريكم الاغراض اللي اخذتها واللي بحاسب عليها الحين. شوفوا اخذت من هذا 2، اخذت اندومي وكيس، في اشياء هناك بعد. بس كذا خلصنا، نروح على البيت. الجو اليوم مرة لطيف، شوف كيف الدنيا مرة رايقة. شوفوا بما اني قلت اليوم بخلي يوم اجازة وانبساط، لازم اسوي شيء حلو، شيء سويت كذا نقضي فيه وقت ونسوي عليه مشروب ونروق. بس اول شيء خلوني افرش حاجة عشان ما ابي ادمر الدنيا. افرش هذه، بسم الله. اوكي اكيد عرفتوا ايش راح اسوي. براونيز، والبراونيز تحتاجون 3 مكونات. بس قبل ما اقول لكم مكونات، انا استخدم الشركه هذه تجنن، مره لذيذه، سمونه فيج او انا اسم براونيز اي شيء. المهم راح نحتاج 3 بيضات للعلبه كامله، 3 بيضات وثلثين كوب سكر، سكر 2 كوب زيت و45 ملي مويه، يعني 3 ملاعق كبيره مويه. ليش صبيت الدقيق اول؟ لو المفروض اني اخفق هذول بعدين، عشان هذه الستيل اللي عندي تسوي انعكاس من داخل. وترى انا ماني مره اهتم انه احط هذا اول ولا احط هذا اول، نفس ما قلت لكم اول عباس انا دباس، خلاص يمشي الحال. بعضهم لا، اخفقي هذا اول، اخفقي جيدا وحطي عليه ما ادري ايش، خلاص اختصروا على انفسكم، في الاخير كله بيتخلط. بالذات البراونيز ترى ما عنده لا بروتوكولات ولا دلع، حطي ذا على ذا. وانا ترى اتبنى اي طبخة ما فيها تعب وما فيها قلق، اي طبخة بسرعة انا تلاقوني اعتمدها وبصير اساسي. الطبخات اللي حطي ذا ربع ساعة وارجعي يسوي نص ساعة، لا ما احبها ابدا. لاحظين صوت الفرن؟ لازم يسخن الفرن،
في اشياء اقول لكم عادي تلقونها ما تسوونها، بس في اشياء اساسيه. تشغيل الفرن بدري لازم، يعني من اول ما تجهزون شغل الفرن، خلوه على اعلى نار بعدين كيفكم. شوفوا خلاص شويه بسم الله وتصير جاهزه، وما تحتاج انكم تحطونها في الخلاط او خلاص. شوفوا بس كذا ازيد عليها شويه عشان اتاكد ان ما فيها كلاكيع طحين. الحين اصبها قدامكم واحطها، ولا اسهل عندكم بنات صغار مراهقات، حتى لو ولد يحب يبدع انصحكم فيها، سهله وما تاخذ وقت. يلا بجيب الصينيه. شوفوا الصينيه اللي راح استخدمها اجباري تكون صينيه نفس كذا. البراونيز لازم الصينيه هذا حجمها، ما ينفع تسوونها في كبيره مستطيله، ما ينفع، هي لازم تصير قطع مربعات متينه دبيه. يعني راح احط ورق زبده، بعدين بقص الزوايد. في كل شيء بنات، في كل شيء اعتمدوا السهاله، في علاقاتكم في الحياه، علاقاتكم الانسانيه مع الاشخاص اعتمدوا السهاله، مع ابنائكم اعتمدوا السهاله، في طبخكم مع انفسكم اعتمدوا السهاله، اي طبخه سهله اعتمدوها، حلا سهل اعتمدوا، الاشياء الصعبه ابعدوا عنها، لا تصعبون حياتكم ولا تضيعون وقتكم بشيء سخيف، حتى العلاقات اللي تاذيكم تخلصوا منها، طبخات تكسر ظهوركم، اذا في طبخات تاذي تكون مدتها 4 ساعات 3 ساعات، ليش؟ الطبخة اذا زادت عن ساعة ساعة ونص لا تسوونها لا تعتمدونها. شوفوا كيف صار شكله، بس الحين بقص الزايد عشان ما يحترق في الفرن. انتهى، يمكن عشاني اصور طالت السالفة، بس انا بالحالي اسويها دقيقة دقيقتين وانا مخلصتها. بس حطيتها على النار، بسكر النار واخليها 10 دقائق، اذا حسيت انه اخذت لها نفخة حلوة بوطي عليها النار واخليها، مو اوطي خليها وسط. تو خلص البراونيز، بس خلي اقول لكم ايش جهزت. جهزت ورق زبدة، قصصته بالمقاس كذا مستطيلات عشان بحطهم في البوكسات هذه. البوكسات هذه سبق وشريتها من شيئين معاكم، شوفوا مسكرة، بس تسوون زي كذا، بعدين كذا كذا كذا، خلاص تحطون الأشياء تبون تستخدمونها للبريد الساندويتش لأي شيء، بس أنا بستخدمها للسويت هذا. الحين نبدأ نقصها مع بعض. شوفوا البراونيز له قصة معينة، مربعات، فهمتوا؟ أول شي خلنا نقص الحواف، بسم الله، ولا حوافها حلوة، خلاص بقص الحواف كذا، بعدين تقصونها نفس هذا الحجم، تكون مربعات شوية كبيرة. لو لاحظتوا بتلاقون شكلها من برا نفس جولدن براون، أوكي؟ تكون كذا من، تحسونها مقرمشة كرانشي أكثر. بعد الحواف هنا بقصها، يعني فعليا بنات في الفرن حتى ما طولت، لأنها كذا كمية العجينة خفيفة، خذت مني بالكثير 12 دقيقة كذا. شوف هذا المقص اللي أبي، مربع لي نفس كذا، بسم الله خلصنا. الحين بوريكم كيف بستخدم ورق الزبدة اللي بس خطأ لكم حبة. شوفوا شكلها، شوفوا كيف جدا حلوة، تحسونها من برا كذا مقرمشة ومن داخل طرية، نفس السوفلي أو الحلويات اللي تكون كيك فيها شوية طري. أبدأ أرتبها زي ما أوريكم. دقيقة، تاخذون ورق زبدة نفس كذا، تحطون الحبة كذا، بسم الله هنا، بس الحين بحطها هنا في البوكس، برتبها كلها. البوكسات هذه مرة حلوة تستفيدون منها، بيجوكم ضيوف، بتروحون رحلة، شكلها مرتب وحلو، تخلي تقديم الحلا شكله أفضل، وترى مو غالية، ناسي سعرها، بس ممكن 10 حبات كذا ب12 كذا. أنا صراحة من عشاق البراونيز، أحبه. أول شي البراونيز سهل تسويته، بسرعة يخلص. راح أرتب كل البوكسات وأرجعكم إن شاء الله. بس كذا يا بنات خلص حلانا اللذيذ، شوفوا شكله كيف.
شوف شكله كيف حلو. قلت لكم ان البراونيز حلايا المفضل، بس خلاص بنسوي لنا ما ادري قهوه عربي عليه او نسكافيه، ما ادري جوهم يعني بيسوون قهوه عربي ولا نسكافيه ما ادري. المهم بيجهزوا الاجواء وانا قلت بجهز البراونيز. بنات سويت صينيه ثانيه الحين بطلعها من الفرن، بعد قربت تجهز بقصها. اثنين كبير بارد واحد وسط بارد، واحد عايش بيت موقع وسط. مبروك